ساعه تفريغ الناس بيفتكروا عنه انتوا غدرتوا بالمتظاهرين. الطريقه اللي تم بها فضل الاعتصام كان فيها غدر بالشباب اللي وثقوا في المجلس بانه المجلس وعدهم بانه ما حيفض ومستعد لدعمه ومستعد لاستمراره. لماذا حدث ما حدث؟ اصلا لم يتم التخطيط لفضل الاعتصام ولم يصدر اي امر بفضل الاعتصام، وانما تم حدث ذلك. نحن نقول دائما نترك المساله، نقول تم بدون تخطيط، بدون توجيه، بدون تعليمات. حتى الان التحقيق سيظهر من الذي قام بتلك او بفضل الاعتصام. هل فعلا في طرف ثالث؟ هل فعلا في طرف ثالث شارك في المساله دي؟ نحن دائما نقول ان هنالك طرف ثالث، لانه الدلائل كلها تشير، وقعت احداث متفرغه كلها تدل على ان هنالك طرف ثالث. مثال، احنا ضبطنا خليه من بعض افراد القوات المسلحه تسكن في البركس الداخليه، تستخدم استخدام من قبل، انا لا اقول المتظاهرين، لكن من بعض المجموعات تستغلها في ان تستخدم سلاحها ضد القوات النظاميه، وقد حدث ذلك اكثر من مره. الان تم ضبط تلك المجموعه واعترفوا بانهم اطلقوا نار على المظاهرين واطلقوا نار على القوات النظاميه. كانت موجوده تلك المجموعه في البركس في داخليات الجامعه، وكانت هناك مجموعات تصرف عليها وتأويها بقصد او بدون قصد، لكن هم استخدموا ضد القوات النظاميه وضد المتظاهرين. ايضا دائما هنالك مجموعات اخرى تحاول ان بكل ما لديها من قوه لا يتم اي اتفاق بين القوى السياسيه والقوات العسكريه، ربما لاجنده خارجيه واجنده داخليه، لكن هنالك مجموعات قطعا مصلحتها انه ما يحصل التوافق ولا اتفاق. اعضاء المجلس كانوا وين في لحظه فضل الاعتصام؟ ربما لم يكونوا متواجدين في القياده. يعني ما كان في اجتماع للقياده لمتابعه حتى ولو كانت كولومبيا؟ كان اجتماع مسائي لمناقشه موضوع كولومبيا، وحضره النائب العام وحضره رئيس القضاء، وكان كل الموضوع ينحصر في كولومبيا، وكان هذا الامر يتم بعلم كل المجموعات السياسيه اللي كان المجلس العسكري على تواصل معها. ونحن نعلم ان تلك المنطقه اصبحت منطقه خطره ومنطقه تهدد الامن الوطني وتهدد حتى ساعات الفريق. انتم وعدتوا بكشف المعلومات المتعلقه بفضل الاعتصام عبر لجان التحقيق، والى الان لجان التحقيق لم تقدم معلومات ولم تقدم متهمين. لماذا تاخرت لجان التحقيق في تقديم ملف اتهام كامل حول هذه الحدث؟ توجد لدينا الان عده ملفات تم التوصل فيها لمتهمين. المجموعه التي ذكرتها لك كانت موجوده في البركس، لدينا اعترافات مسجله بانهم استهدفوا المظاهرين واستهدفوا القوات النظاميه. ايضا القوات التي دخلت الى منطقه الاعتصام، التحقيق اكتمل وطلب منا النائب العام ان ندمج التحقيق او نرجئه او ندخله ضمن منظومه التحقيق المستقله التي كونها النائب العام، لكن التحقيقات كلها مكتمله، كل الذين قاموا بمخالفات. لكن انتم ارجعتوا الاعلان عنها. نعم، والان على طلب النائب العام. والان تم الاتفاق على تكوين لجنه مستقله جديده، هل حتعتمد على المعلومات اللجان السابقه ولا حتبدا من الصفر؟ هذا متروك لها، اذا كانت ستريد هذه المعلومات لدينا المعلومات جاهزه وموثقه وتحريات كامله مع كل الجهات ذات الصله. نعم. يا سعادتك، حتى ولو طالت هذه الاتهامات قيادات في المجلس العسكري، هل حتحدث استجابه ام تكون هنالك مقاومه للموضوع؟ نحن نعلم تماما ان المجلس العسكري بعيد كل البعد من هذه المساله، مثل فضل الاعتصام، لانه لم يحدث تخطيط ولم يحدث توجيه ولم يصدر اي امر لدخول اي قوات لمنطقه الاعتصام. طيب يا سعادتك، الان تم الاتفاق مع القوى السياسيه والحريه والتغيير، هل احنا كنا في حاجه لكل هذا العدد من الضحايا ولكل هذا الوقت ولكل هذا التجاذب ولكل هذه السيره السيئه عن السودان في هذا الفتره؟ ما الفرق بين الاتفاق الاول والاتفاق الاخير؟ ربما هذا الامر كل الجميع يتساءل عن ما الفرق بين الاتفاق الاول والاتفاق الاخير. كنا في السابق اوشكنا ان نصل الى اتفاق، و يمكن هذا نفس الاتفاق ده قد توصلنا اليه، لكن كما ذكرت لك ان هنالك جهات
معادية، نحن نعتبرها معادية للسودان إن كانت هي داخلية لا ترغب في أن يتم اتفاق. ربما هذه الجهات هي افتعلت فض الاعتصام، ربما هذه الجهات هي افتعلت 8 رمضان، كل المحاولات دي كانت بتتم بواسطة الجهات عشان تبعد موضوع الاتفاق. الناس بيفتكروا عينه كأنه تأخير التوقيع كان مرتبط بالرئاسة الدولية، كأنه أعضاء المجلس متمسكين بالسلطة، لذلك يعني لم يستجيبوا إلا نتيجة للضغط الخارجي والضغط الجماهيري تم في 30 يونيو. نحن لا نعتقد أن هنالك أي ضغط، نحن اتفقنا على هذا المسألة من قبل 30 يونيو، من قبل 3 يوليو يونيو، من قبل 3 يونيو نحن اتفقنا على الرئاسة الدورية واتفقنا على المناصفة في مجلس السيادة واتفقنا على كل شيء، اتفقنا على التشارك. كانت بيننا في ذلك الوقت الرؤية أكثر وضوحا وأكثر نضوجا من الآن، كنا شركاء وكنا نعمل سويا، وقد أدرنا أكثر اجتماعات فردية مع جماعات من القوى السياسية في منازلهم في منازلنا في كل مكان، كنا نجتمع ونلتقي ونتفق على كل شيء. هل العلاقة عادت إيجابية مرة أخرى؟ نعتبر أنها الآن عادت مرة أخرى إيجابية، هي لم تنقطع أصلا على المستوى الشخصي، لكن على المستوى الرسمي تدخلت بها بعض المجموعات التي لا ترغب في أن الطرفين يصلوا إلى سلام. أنا بتقول أنه لسه مفترض كان يعقب المسألة دي تقليل الوجود الأمني في الشوارع، عودة الإنترنت، غير ذلك من إجراءات سريعة يعني. لدينا إجراءات أمنية أخرى ربما تتعلق بالأمن الوطني، يمكن الآن الوقت غير مناسب لنفصح عما يدور في الساحة العسكرية، لكن لدينا بعض الإجراءات تتطلب مزيد من الانضباط الأمني. حتى الآن التربص موجود، حتى الآن في جهات لديها الرغبة في الاستيلاء على الحكم، حتى الآن حتى هذه اللحظة أنا أجلس معك الآن في مجموعات تخطط للقلب الطاولة على المجلس العسكري وعلى هو إعلان الحرية والتغيير. هل نحن على موعد مع انقلابات أخرى؟ الآن التخطيط يجري لذلك. ليه ما بتحسموها قبل ما تصل مراحلها؟ ولا دي إجراءات؟ هذه إجراءات تحتاج إلى دقة والضبط الجودة العالية. هل الدولة القديمة أو الحزب القديم هل لا يزال له رغبة أو له تحركات للعودة مرة أخرى للسلطة؟ ليس من الواضح ذلك، لكن هنالك مجموعات ربما انتماءاتها مختلفة تسعى للعودة أو لمحاولة السيطرة على البلد. الناس بيفكروا عيون انتم كأنه عدتوا للاستعانة بعضوية حزب المؤتمر الوطني حينما اشتد عليكم الضغط من قوة التغيير، هل صحيح انتم رجعتوا للدولة القديمة ولحزبها زي ما يقول البعض يعني؟ نحن ليس لدينا معرفة في دولة قديمة، نحن نستعين بمن يمرر العمل، يسير دولاب العمل حتى لا يتضرر المواطن البسيط. نعلم أن الصيان المدني وقفل الطرق والإضرار الخدمات العامة إيقافة كله فيه ضرر للمواطنين. فليس هنالك صحيح، ليس من الصحة أننا استعنا بنظام الرموز السابق عشان نتقوى على هو إعلان الحرية والتغيير، ونحن انقلبنا عليهم وأطعنا بهم، كيف نستعين بهم مرة أخرى؟ التحركات اجتماعاتكم مع القيادات الأهلية والقبائل والرقابات الجماهيرية أدت انطباع كأن لديكم رغبة للاستمرار في الحكم مرة أخرى. نحن وقعنا اتفاق أنه الفترة الانتقالية مدتها محدودة وبعدها كل يذهب إلى شأنه. هل المجلس السيادي حيكون فعلا مجلس تشريفي فقط؟ المجلس السيادي لديه اختصاصات معلومة ومعروفة، من يسميها تشريفية من يسميها، هو أصلا ليس لديه اختصاص بالعمل التنفيذي أصلا. المجلس السيادي حتى إذا كان الرئيس النظام نظام الحكم في السودان هو النظام البرلماني، كل العمل التنفيذي والتشريعي ليس من سلطات المجلس السيادي. ما حيكون عندكم فيتو على قرارات مجلس الوزراء؟ مجلس الوزراء قراراته ترفع للتصديق للمجلس السيادي. يعني القرارات تصدر في مجلس الوزراء وترفع للمجلس السيادي. نعم. ومن حقه أن يكون عنده حق النقد يعني. نعم. يرى هذه القرارات. نعم. المسألة دي ممكن تعمل تنازع يعني يكون في تنازع ما بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء وندخل في صراعات زي؟ نحن نرى أن الفترة الانتقالية يجب أن يكون جل العمل فيها منحصر في اهتمام بمعاش الناس، إشاعة السلام والطمأنينة في ربع السودان مع المجموعات المختلفة المسلحة، بسط الحريات وتمكين
الجميع من بناء تنظيماتهم السياسية، ليست فيها تشريعات، ليست فيها قوانين تسن الآن، كل ما يلي أمر التشريعات والدستور ويترك للحكومة المنتخبة. طيب. لذلك ليس من المتوقع أن يكون هناك تنازع. المجلس 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 يعني البرلمان أو المجلس التشريعي، ما حيكون في مجلس تشريعي؟ في اتفاق عليه أن يكون بعد 3 شهور تشكيله. نعم، المجلس التشريعي، حتى المجلس التشريعي لديه سلطات محددة وصلاحيات محددة. ما حيكون عنده دور تشريع القوانين وغير ذلك من أي قوانين تحتاج إلى تفويض شعبي. نحن نرى أن المجلس التشريعي يجب أن يقتصر دوره على الرغابة التنفيذية، على أداء الفترة الانتقالية، لكن ضمن الجميع يتفق بأن التشريعات وسن القوانين يحتاج إلى تفويض شعبي لا يحصل عليه أحد إلا عن طريق الانتخابات. لكن المجالس التي تعين تعيين لا أظن أنها تستطيع أن تشرع أو تغير الدستور أو تضع تؤطر للحياة العامة أو تغير هيكل الحكم في السودان، أو تستطيع أن تعمل من الأمور التي تحتاج إلى أن تضمن داخل دستور السودان. سعادة الفريق في مخاوف بأنه الصراع الآن القائم ما بين المجلس وقوة التغيير أنه ينتقل من الشارع إلى أجهزة السلطة. ليس لدينا صراع مع العلماء حرية التغيير، ليس هنالك، بل نحن نسعى للتكامل وللتعاون في كل أمر. في مخاوف من أنه أنتوا تلعبوا دور في تعطيل أداء الحكومة التنفيذية لتعيدوا الأمر مرة أخرى للجيش والقوات العسكرية، يعني في مخاوف زي دي تتكلم عنها؟ نحن نسعى في المجلس العسكري أن نكون شركاء مع قوى إعلان الحرية والتغيير والقوى السياسية جميعا، عشان نمضي الفترة الانتقالية بتراضي بدون تعطيل للبرامج التي توضع. نحن نفتكر أن البرنامجين الرئيسيين في هذه الفترة هو البرنامج إصلاح الاقتصاد والسلام، للبرنامجين أساسيين، ما في أي سوداني عنده خلاف فيهم، فما أظن أن هناك بيحصل تنازع في هذين الأمرين، إصلاح الاقتصاد وعملية السلام والإعداد للفترة الانتقالية بما فيها الدستور والانتخابات، هذه أمور متفق عليها من الجميع.